هذا ودشن وزير السكن مرفوقا بوزيرة التربية الوطنية ووالي العاصمة أربع مؤسسات تربوية تدخل في إطار الأحياء السكنية المدمجة، أين تم مراقبة مدى جاهزية هذه المؤسسات من خلال أخذ جولات بها. كما جاء به المدير العام إلى جانب العملية نصرف اليوم على تدشين أربع مؤسسات تربوية في إطار الأحياء السكنية المدمجة التي تدخل في الاستراتيجية التي انتهجها القطاع، وعملية التدشين اليوم تتعلق بثانوية ومتوسطة ومجمعين مدرسيين.